مصرع 9 حوثيين على الأقل في كمين نصبته المقاومة الشعبية في إب، وطائرات التحالف تقتل العشرات من الميليشيات في قصف على تعز. مصر تتهم الإخوان وحماس صراحة بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، وحماس تنفي. كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية والولايات المتحدة بهجوم نووي وقائي إذا قامتا بمناورات مشتركة اليوم. انطلاق أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس وعملية السلام. مجلس الوزراء الكويتي يناقش اليوم آليات تنفيذ قرار دول مجلس التعاون الخليجي إعلان حزب الله منظمة إرهابية. وفاة ري توملينسون الأب الروحي للبريد الإلكتروني عن 74 عاماً.